بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي ميمون أعراج، مدير شركة سيدال كنترول للأمن الخاص. التدريب ديال الأمن الخاص الشباب كل شيء ديس حرامان ديس الشباب ديس حرامين ديس كل شيء تقاسن تكوين باش تشين الدبلومة هنسان وتم التكوينة مهم بزاف باش ازيس خدمان مستقبلا ديال الأمن الخاص. ونتمنى إن شاء الله النجاح ديال الميدانة، ونتشكر ريف ديال نتشكر تخوينا تاخ اللقاء إذا خدقاد وينا تاخ تسويرا تاخ خدقاد المسائلة وشكرا. سيدي مول ممكن أخسيو شوية الإنجازات المهمة كشركة كفريق من يشارك معك؟ لي ستاج توادي نيج الدورة التكوينية دي الامن الخاص توس دي جن مدرسة اكاديمية زي المانيا كان غي جن ستاج دي غوروغو تو حضارة زي ندي الوقت باب الناضوري تو سي حضاني كان غدوينا هني مرة دي نيج الدورة التكوينية عاود نقيت دي القاع المغطات يوز دي جن الخبير هادف حسن دي الامن الخاص انت ضابط دي الامن كان غي جن ستاج دي القاع المغطى ونشي نقول ان شاء الله غازات عاد نكون الأجيال وين هذه الميدان الأمن الخاص باش أديرين مليح إن شاء الله مستقبلنا تخدمان لأجل تسمى المسألة يا ذا سنتكذا وين الاستاجة باش تسمى زيس خدمان ذي الأمن الخاص. الرحمن الرحيم، معكم وداد فوزير متدربة الأمن الخاص سيدال كونترول للأمن الخاص. من هذا المنبر كنشكر سي ميمون أعرج اللي تاح لنا هذه الفرصة وترينينا معاه وعطانا دبلومات باش نشتغلوا بهم، وتحت لنا فرصة وخدمنا مع شركة بريميوم اللي تابعة المولاي رشيد أسرة ملكية. خدمت في ويوز تان بوانتي في نفس الوقت كندير لافوي.